بتعملي ايه في البلد؟ بتعملي الاكل وبشوفك بالبرسيم، بتحشي البرسيم. ايوه كل حاجه، انا اي حاجه في الدنيا اللي له عين وراس تعمل كما تعمل الناس. يعني انا بمعنى اصح كده، تموتها تتمطط بوتها تتبط. الله، انتوا تاخدوا منها بس كل حاجه بعملها. امثله من تمشي منى. وبعدين انا مش عارفه ابتدي معاكي منين ولا منين، والفطير مغري قوي. كلي وانت بتتكلمي بالفطيرايه كلها. والله بصوا بتعزم بالفطيره. طب يا تمشي منى، بصي احنا نبتدي من الاول. ايوه انت زي ما بتقولي للناس صلوا بينا على النبي يا اولاد. صلوا بينا على النبي يا اولاد. صلوا بينا على النبي يا اولاد. احنا نبدا من الاول. اللهم صل على سيدنا. ايه اللي دخلك السوشيال ميديا؟ والله انا وانت من المنوفيه، خلي بالك. أيوة. يعني البلد اكيد يعني مستغربه برضو. أيوة. تمشي منى ازاي على السوشيال ميديا وبتصور فيديوهات وبتضحك وبتهرج، يعني الموضوع ازاي دخلتيه؟ والله يا استاذه لميس، انا في الاول عانيت كتير قوي. انا كنت في الاول، اول ما بدات خالص، كان حلم حياتي افتح قناه. ماشي. وبعدين لما سافرت لما سافرت او الفيس. وبعدين لما سافرت السعوديه لوحدي، قعدت سنه ونص. كان عليا مبلغ من المال كده وحبينا نسده، والاستاذ محمد بصراحه مش مقصر معانا خالص. ايوه بس انت عارفه بقى الدنيا لازم نساعد. هو زوجها. ايوه ماشي. بعدين ربنا يسر لي، كنت كاتبه رساله قبل ما اسافر بثلاث سنين كده، خياطه فنانه احب اسافر السعوديه، كان نفسي قوي عشان اعمل حجه او عمره او كده. وبعدين بعد ثلاث سنين ربنا قدر لي ان السفر يجي لي، فسبحان الله في عز ما انا محتاجاه. سبحان الله. فقلت للاستاذ محمد، انا اخري بخرج بنها وسنا، ما بقدرش اخرج اكتر من كده. قلت للاستاذ محمد، قاعد يقول لي خايف عليك والكلام. قلت له هنجرب، ما تخافش عليا. هو دايما ما بيخافش عليا يا ولاد. خلي بالك. هو منورنا هنا، عايزين نحييه برضو. راجل محترم ومشجع. ازيك يا استاذ محمد؟ استاذ محمد بقول له تمشي منى مشهوره في البلد. قال لي قوي قوي. صلوا بينا على النبي يا ولاد. اللهم صل على سيدنا. وبعدين بعد ما سافرت بقى، لقيت هناك الفراغ. طبعا انا كنت قبل ما اسافر كان حلم حياتي افتح قناه، بس ما كانش معانا ال 30 جنيه اللي ندفعه قسط بتاع ده النت، اللي هو يا دوبك بتدفعي بس الاشتراك. لا مش الاشتراك كله، احنا كنا بنجيب سلك خمس ست بيوت في سيل. يا نهار ابيض. كلكم. ايوه ماشي. كنا 120 كده، كنا كل واحد بيدفع 30 جنيه. فلما سافرت بقى عملت نت مخصوص عشان خاطر اكلم ولادي. فقلت لاحمد ابني جزاه الله خير، ربنا يبارك له، افتح لي قناه يا احمد والكلام. فتحت قناه بقى، عايزه اقول لك بقيت اسهر ليل نهار تصوري. لا اعمل مشاركات واعمل عشان اجيب 100 مشاهده. لحد ما عملت 1000 مشترك. الموضوع في دماغك. الموضوع في دماغي. ايوه قبل ما اسافر كمان. انا خياطه الحمد لله، تعلمت الخياطه من تحت الصفر يعتبر. كان في فضل واحده اسمها فاديه الحسنين علمتني. او بس انا كان في قبل ما تعلمني كمان، كنت من وانا صغيره كنت افك الحاجات الصغيره بتاعت امي، جلال ابوي مبوظتها لك كلها. الله يرحمها. وتعمليها وخيطت على ايدي عشان تتعلمي. وعلى ما جبت المكنه تعبت قوي، مكنه الخياطه تعبت قوي. يعني كنت بتاجر في جوز واحد حمام وشويه بط والكلام ده. المهم عافرت قوي. انت عايزه تشتغلي؟ ايوه انا كنت امنيه حياتي اجيب فلوس لامي باي شكل. لان كنت بصحى عليها بالليل وهي نايمه تقول يا رب تسد ديني والكلام. وانت متربيه يتيمه وفقيره والحاله كانت على القد، كانت تحت القد خالص كمان. والحمد لله ربنا كرمنا. كنا عايشين والله مبسوطين قوي والحمد لله، ناكل اقل حاجه وتلاقي عندنا صحه فظيعه ما شاء الله. دلوقتي اللحمه كل يوم يا ولاد والصحه استغفر الله العظيم. صلوا بينا على النبي يا ولاد. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين دخلت بقى رحت قلت لاحمد، يا احمد الفراغ هنا هيقتلني. كنت عايشه لوحدي في شقه في السعوديه، وكنت مشغله المشغل كله لوحدي. فقلت له افتح لي قناه والكلام ده، فتحها لي الحمد لله رب العالمين. بقيت احط كل يوم الفيديو والحاجات دي، بقيت احط خياطه بس. خيطت هناك ما شاء الله، وبقيت اخيط فساتين زي فساتين الجونه والحاجات دي. بس في السعوديه بقى بيلبسهم كل واحد لوحده. يعني ايوه الحفلات مش مختلط. فاخدت بقى حريتي بقى. حلو. وكل ما كل ما تضيقيها كل ما تعجبي الناس. فبقيتي بتعملي حاجات حلوه هناك. بعدين جيتي هنا بقى كملتي. عملت بقى فساتين سواريه هناك جميله قوي، عملت بقى فيديوهات قصيره على التيك توك. فالناس بقت سبحان الله، كنت احط الفيديو بسم الله ما شاء الله، الفساتين بتاعتي كانت شكلها حلو قوي ولبسي كان حلو قوي. كنت خياطه حلوه قوي. بعدين جالي فجاه مره واحده بقى قطع في الشبكيه كده، كريمه بصت لي قول اعوذ برب الفارق. قمت جالي قطع مره واحده في الشبكيه ايام كورونا، والدنيا بقى لا في طيران ولا في اي حاجه، وعيني هتروح عيني الشمال دي.
تعبان. سبحان الله بقى يا دوبك كنت لسه مخلصه اللي عليا بس، ولسه الدنيا بقى هتبتدي تزدهر بقى. يا دوبك سديتي اللي عليك. كنت بشتغل ليل نهار على اساس ان عشان الواحده يعني. وانا ما بحبش اخرج لوحدي في بلد ما اعرفش والكلام ده، كنت اخاف قوي وحافظ يعني على الاستاذ محمد والعيال يا ولاد. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد. جت بقى لما عيني تعبتني، بقيت بقى بصي عايزه اقول لك الدنيا اسودت في عيني، بقيت قاعده اقول ايه لعله خير، انا له وانا اليه راجعون. ما انا ماليش الا الخياطه يا ولاد، طب هكمل حياتي ازاي وعشت ازاي؟ وانت عارفه يعني الاستاذ محمد مش مخلي وراه ورا بصراحه. بيطلع من الصبح ما جيش الا بالليل، بس الدنيا غاليه. واولادك في التعليم والكلام ده، فلازم تساعدي الام المصريه. من طبيعتها لازم بتساعد. ست اصيله. ايوه والله العظيم بجد ست اصيله، ست المصريه. مفيش زي الام المصريه في الدنيا.